بعد ما أشبك الجهاز بالكهرباء وبسلك الشبكة أروح لللانش باد، أروح المجلد الأذرز واختار Airport Utility. مع العلم أن الأداة هذه متوفرة للويندوز ولنظام الآي أو إس، من الأعلى أختار Other Wi-Fi Devices، أختار Airport Extreme. فالآن راح يبدأ يجمع معلومات عن الجهاز. بعد ما يخلص أختار Other Options واختار Create a New Network واضغط على Next. أشيل علامة الصح عن Use Single Password. فالآن من هنا أقدر أدخل اسم الشبكة، من هنا أقدر أدخل اسم للجهاز لو كان عندي أكثر من جهاز عشان أميزهم عن بعض، من هنا أقدر أدخل الباسورد اللي يستخدمها المستخدمين للدخول للشبكة، ومن هنا أقدر أدخل باسورد عشان أتحكم بإعدادات الجهاز. أضغط على Next. الآن أختار عدم إرسال المعلومات لأبل إذا صارت في مشكلة وأضغط على Next. بعدها نضغط على Done. فالآن الجهاز راح يظهر عندنا باللون الأخضر وراح يكون جاهز للاستخدام.